ما رأيك في كلام شيخ بلة الغايب كما يدعي؟ قال بلة أنه سيدخل الجنة لأنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظة، وأنه لن يعذب في القبر. ورد هذا الكلام في برنامج بدون حصانة. لا أخوان، أنا ما أعرف ذاته ليه، يعني ليه زول زي ده يجيبوه قدام الناس؟ ياخذ زول كاهن يا أخي، ده حكمه في الشريعة اللي اسمه بلة الغايب، ده زول كاهن وزول كذاب. قال ناس المريخ ودائما ما بصرح إلا بعد النتيجة تصر. قال ناس المريخ كان في مباراة ودية مع بايرن ميونخ ولا حاجة زي دي، مش قال لو كان استشاروني قال ما كان غلبهم ناس بايرن ميونخ. والله انت لو جيت يبيضوا لك بين نظارتك تبليد ولا شنو؟ ده هو الساكت يا اخي، ده هو الساكت وما عارف مين كذا، وده قال كذا وده قال كذا، وده زول كاهن. كاهن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتوا؟ كله لعب ساكت. قال انه سيدخل الجنه. ما بيجوز لانسان يا اخواننا كما قال الإمام القرطبي في تفسير سورة البقرة، قال وقال علماؤنا المسألة التاسعة الآية 34، الإمام القرطبي قال المسألة التاسعة، قال علماؤنا أنه لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد، مش لنفسك، لأحد بأنه ولي، لأنك لا تعلم أن فلان ولي إلا إذا علمت هل يختم له بحسن الخاتمة أو لا. ها يا أخي، إذا كان ابن أبي مليكة في صحيح البخاري قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، ده يقول أنا خاشي الجنة، يقول أنا خاشي. وكاهن تخش يا تجنة، أنت كاهن إذا مت على العقيدة دي ما عندك أي جنة. فهمت؟ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة قال أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. إلى الصحابة رضي الله عنهم، وذي المبشرين عندهم نصوص قاطعة من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في الجنة، وبعد ده خايفين على نفسهم من النفاق. يجيك زي بلة الغايب يقول لك أنا خاشي الجنة وأنا ما بعذبوني في القبر، ده كلام شنو يا أخوان؟ ده كلام نجر ساكت. وذي اللي تخبطوا، وزي ده بيفتحوا له التلفزيون بتاع بدون حصانة، بيفتح له التلفزيون. طيب ما تعمل معانا حصانة نحن؟ أنا ما الحصانة بتاعتي برفع لك، مش ده قال لك عنده حصانة ما بتفتش، تعال فتشني أنا، ما عندي معك مشكلة، تعال جيبني في التلفزيون، لكن ما بجيبوك. فهمت؟ ده الدين في السودان، دين بتاع خرافات. فهمت؟ أو تلقى جريدة الدار يقول لك واحدة في العزازي مرأة كان عندها مشكلة معرفة في بطنها، الشيخ المكاشفي مرق من قبره له 60 سنة وعمل لها عملية وجاب معه شاش وحقن من الجنة. يا ناس، الجنة فيها حقن وفيها بنسلين وفوق حاجات زي دي؟ يا ناس انتوا بتلعبوا ولا شنو؟ ربنا قال فيها ما تشتهي الانفس، انت بتشتهي حقنه في الجنه؟ ها يا اخواننا، ده ما لعب بالدين هسي، ده ما استهتار بالدين. وبعد الصوفيه قال الان الشغل ده، قالوا ده ما اسلوب، ده ما اسلوب. ما تمشي شوف ناسك ديل، امشي شوف ناسك ديل بيسووا في شنو. طيب وصية القحطاني. لله قلوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.